مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفدي قين من عرب ومن عجم. والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحديث العمامي.